أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إفريقيا تحتاج إلى تمويل دولي لتخفيف عبء الديون المثقلة بها. وفي كلمته بالقمة الأفريقية العادية 36، أكد غوتيريش أن الاستثمار في المسارات الأفريقية ضروري لتحقيق الازدهار فيها، مشيرا إلى أن النظام العالمي غالبا ما يحرم القارة الأفريقية من تخفيف عبء الديون بشكل روتيني. أضاف أن البلدان الأفريقية تعاني من عدم الاستثمار في الصحة والتعليم والتكنولوجيا الخضراء. أن أرى تركيزا قويا على خلق فرص العمل والإمكانات الهائلة المتوفرة في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية، وإن هذا سوف يعمل على وضع مسار تحولي حقيقي لخلق فرص العمل من أجل ازدهار الأفريقيين. إن الأمم المتحدة تتشرف بأن تكون شريكا لكم، وأنا أعتز بالعمل معكم. إن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ظلت أقوى من ذي قبلنا، لكنني أعترف بالاختبارات الهائلة التي تواجه أفريقيا والعالم. وأنا مؤخرا قد ألقيت كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التحديات المختلفة والمترابطة والتي تؤثر سلبا على حياتنا، وإن شعوب أفريقيا تتحمل أكبر وطأة من هذه الأزمات. أما النظام المالي غير العادل الذي يخذل البلدان الأفريقية، وإن أزمة تكلفة المعيشة والتي تفاقمت نتيجة للغزو الروسي الأوكراني